عندنا اتصال اخر من ابو مينا من بغداد. مساء الخير يا ابو مينا. مساء الخير اختي إيلا. اهلا بك. طبعا شفت برنامجكم وقلت خل اخابر ابو المولد اشوف هالشهر ايش قد ياخذ من عندي. فخابرت الله يساعدك شلونك يجد هالشهر، قال لي 15. قلت له ليش 15؟ قلت الحق الذهبي. 15. الذهبي الذهبي ايه مع العلم انا ذاك الشهر دافع 8000 امانه يعني الامبير الواحد الحمد لله. قلت له ليش هالشهر شهر منطوف معاش وزيادة 1000 أو 2000 للمسجلة؟ أي. قال لي مدى يكفي عندي. قلت له أوكي مدى يكفي عندك، أنا 15000 أسألم من أراضيك، أراضي الدولة، أدفع لك ما أدفع لك. قلت له آخر شيء جوز بعد 4 أيام أدفع لك في حال إذا خفض السعر الأمبير مالتك، وإحنا حنبقى معلقين بسعر الأمبير حسب مزاج أبو المولدة وحسب إجراءات الحكومة. صحيح. إذا طلعت عليهم لجنة خلوا قطعة قماش على المولدة سعر الأمبير كذا، وإذا ما خلوا فمجبور أدفع 15000 يعني تدرين العمارات السكنية مو مثل البيوت، العمارات السكنية لازم نعيش بالكهرباء والحمد لله وشكرا على كل حال. أنت في أي منطقة؟ أنا صالحية. بالصالحية. زين الوطنية شنو وضعها؟ والله يا اختي حال بعض المناطق يعني هي من نصف هذا الشهر بدات ترجع شوي شوي لحد ما صارت الانطفاء 4 ساعات إلى 5 ساعات وتجينا، حتى بالليل هم قامت تنقطع، قبل كانت مستمره. نعم. فهم ساعات الكهرباء. نعم. شكرا لك يا ابو مينا لتوضيح هذه التفاصيل. شكرا.